ورد، انت يا بنت يا ورد. في ايه؟ ما تفتح فتح يا سليمة ورد. سليمة وكان فيها ايه يعني؟ لو دسني بالبتاع ده عايز تدوس عليها كار. حضرتك اللي خارجه تجري وانت عمال طايح كان مفيش مخاليق هنا. بس عيب كده يا ورد، ده سيد سعد بيه سيد الحاره، خيره علينا كلنا. خيره عليك انت علينا لا. وبعدين بقى باشا ولا بيه يبقى يراعي سكته، ولا فرحان قوي بالركوبه الالافرانكه بتاعته دي؟ معلش احنا متاسفين. متاسفين ايه؟ متاسفين دي ايه؟ بيقولي جوزك يا هاني بيفسحك في مكان يليق بمقامك، بمقام الهانم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي غريبه قوي. من غريب الا الشيطان. معلش يا سيد السعد بيه، اصل دي بنت المعلم عبدون عصبيه شويه. طب يلا يلا بعدنا عن هنا. بس في مغلطش برضه يا ورد، انت اللي كنت خارجه من البيت واخده في وشك. خدك قطر من غير سواق يا طهر يا دالي، هو انت هتشهد له زي الراجل ده؟ يا مهما كان سعد بيه ابن الهانم الطيبه. ناقص كمان تقول لي روح حبي على دماغه. هو انت ما تعرفش مين الست اللي كانت معاه دي؟ دي بنت خالته التركيه. تركيه؟ تبقى اكيد قريبه البيت كبير. عامه طز ما يهمنيش، طزوا فيهم كلهم. الله يسامحك يا بنت المعلم عبدون. خلاص بقى ورد اطلع على فوق، لميت الناس. انت مالك يا اخي؟ اطلع ولا ما اطلعش؟ هي سيره وعملتوها موال؟ يلا كل واحد يشوف شغله. ولا من قلة أدب؟ نموذج مختلف ما شفتوش قبل كده. لو كنت رحت حواري لندن كنت شفت. والله على اساس ان انت حواري لندن دي هريحه يعني معرفه. طب خش خش بلاش غلب. بصراحه انا كنت ابتديت اتخنق وكنت عايزه ارجع اسطنبول، انما يعني بعد فسحه الاوتوموبيل غيرت رايي. الاجمل من الاوتوموبيل طرد فتوتك يا عثمان. انا لسه ما قررتش يا جولنار. النقطه والعسكر والبوليس هيوصلوا من بعد بكره. دي تاني مرة تتصرف من ورايا يا سعد. المرة دي مش أنا، دي هدية سير مورجنت بعد الأوتومبيل الهدية. مفيش كلام من ده غير لما قابله الأول. ماشي، وهو جاهز. بكرة الساعة 11 الصبح هيكون في انتظار معاك. برضو اتفقتي معاه من ورايا؟ سيبك منه وكمل، أنا عايزة أخرج أروح مشوار في الأوتوموبيل وأتفسح. أيوة كده، يا ريت، ده أنا نفسي تخرجي وتتفسحي. وانت هتيجي معايا. ماشي، فين؟ اتجاهي. بلاش. لا ممكن طبعا بس خليها بعدين. بتتآمر معاها في ايه؟ عايزها تتآمر معاك زي ما بيعمل ابن يعقوب؟ لا، بعد زيارة سير مورجنت يا خالي هتلاقي ان كل ابواب السلطة والمجد فتحت قدامك، ومش هتندم ابدا ان انت سفرتني بره. لحظة واحدة. اتفضل. ايه ده؟ هدية تانية من سير مورجنت، علبة سيجار فاخر.
وصل سعد. يسعد مساك يا سيدنا، يسعد مساك. خير؟ عايزك تبعت تجيب لي عبدون من سكات. يعني خلاص يا سيدنا؟ نويت؟ وناوي تقعد بقى المرة دي ولا هتهج تاني على الجبل؟ لا أبدا، هقعد شوية لحد السلاح ما يوصل أو يبعدوا عنهم عن الجبل شوية، دول أعلنوا الأحكام العرفية. عمر السلاح والدم ما يخلصوا أسير. أخويا الحكاية دي مش هنحكي فيها تاني، كل واحد مننا اختار طريقه. أنت اخترت طريقك وخلاص روحك بطريقتك أنت، وأنا اخترت أخلص بلدي من اللي هي فيه بدراعي. ومين قالك ان البلد ما تهمنيش؟ طريقتك ما تنفعش معايا يا اخويا. ازاي يا حجاب؟ عساكر بتاعت القهوة عايزة تقابلك يا سيدنا. خليها تدخل. حاضر. مين دي؟ اه ما تخافش منها. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جاد عساكر؟ ما بيخرجش من بيته، بس انا جاية لك علشان سعد. سعد؟ ايوه، بيقولوا رجع من بلاد بر. انت شفتيه؟ لا سمعت عنه، بيقولوا بقى زي الخواجات. ما دام عاش في وسطيهم يبقى اكيد شرب من مسقتهم. يبقى عثمان حقق اللي هو عايزه، شال قلبه الاخضر وحط بداله حجر، حقق هدفه ومراده. طب يا مولانا ما تبعتله، ابعتله اطمن عليه، انا قلبي بيقول انه ما تغيرش. طب وانت ايه يهمك من الحكايه دي؟ ده حته مني، ده زي اخويا بالظبط. وبعدين يعني لو لسه قلبه في خير هيضلل على الناس المساكين ويحميهم من قسوه الظلم. انا ما اقدرش ابعتله، لكن لو هو جه من نفسه يبقى شيء تاني. ده لو جه. طيب يا مولانا تصبح على خير. دايما يدوروا على يساعدهم قصاد الفتوات، عمرهم ما فكروا يساعدوا نفسهم. في يوم قلت لك خليك هنا وساعدهم.